السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب؟ نكمل مع بعض سكشن الـ Value Engineering في مادة Project Evaluation. الجزء اللي كان فاضل لنا فيه الـ Value Engineering، احنا كنا وقفنا في السكشن اللي فات على واحنا في Stage 2، كنا خدنا الـ Phase 2 الـ Function Analysis باستخدام الـ Fast Diagram، وعرفنا ازاي بنعمل الـ Fast Diagram. نيجي بقى احنا خلاص استخدمنا الفاست ديجرام، جبنا الوظائف المهمة اللي هي لها أعلى سعر وبدأنا نحللها، قسمناها لوظائف أقل ثم وظائف أقل ثم وظائف أقل لحد ما جبنا الوظائف الأساسية وقسمناها كاملة للمشروع بتاعنا. طيب نيجي بقى في مرحلة الكرياتيف فيز، احنا عاوزين دلوقتي نشتغل على الوظائف اللي احنا جبناها من مرحلة الفاست أناليسز اللي هي كانت فيز 2. طيب انا عاوز دلوقتي اشتغل على الوظائف اللي هتديني اعلى سعر، ولو قللت السعر ده هتديني اقل سعر واعلى قيمه، فبحسن قيمه المشروع بتاعي. طيب انا في المرحله دي بعمل ايه عشان اطور الافكار بتاعتي او الوظائف بتاعتي دي؟ بعمل حاجه اسمها برين ستورمنج. البرين ستورمنج ديت واحنا في الاجتماع بتاع الستادي ديت، تمام، ناس كلها مجتمعين والدنيا حلوه وبنشرب شاي وبنشرب قهوه، هنعمل عصف ذهني، تمام. كل الناس هتبدا تفكر ازاي احسن الوظائف دي واقلل سعرها واحسن جودتها او احسن الاداء بتاعها، تمام. فبيستخدم البرين ستورمنج تكنيك، وده سؤال ممكن يجي لك يقول لك في الكرييتيف فيس بيستخدم طريقه ايه، بيعمل البرين ستورمنج تكنيك to identify numerous ideas for performing each function selected، عشان يستخدم العصف الذهني لاستخراج اكبر افكار لكل وظيفه، تمام. بيقول كمان في مرحله الكرييتيف فيز ديت هو بيستخدم البرين ستورمنج، بيبقى الكوانتيتي عدد الافكار المستخرجه لتحسين كل وظيفه اهم من جوده الفكره نفسها، لانك مش عارف في الاخر انهي فكره فيهم ممكن تديك افضل اداء او اقل سعر. ممكن تكون فكره عبيطه من واحد عادي جدا في التيم بتاعك تبقى هي الفكره العبقريه اللي فيهم والمطرقعة زي ما بيقولوا، وفعلا هي اللي تتنفذ وتبقى حلوة جدا، تمام. واحنا ما بنحكمش على الافكار في المرحلة دي. هو بيقول لك the rule of this session is that no ideas are criticized or evaluated or judged. في المرحلة دي لا نحكم او ننتقد او نقيم هذه الافكار، اهم حاجة اكبر عدد ممكن، تمام. كمان بيقول لك في المرحلة ديت ان الافكار المستخرجه من ناس مختصين او غير مختصين، تمام. يعني ممكن يبقى واحد غير مختص بالمجال دوت بس يقول فكره حلوه جدا، تمام، هي اللي تسمع وهي اللي فعلا تديني اعلى قيمه وهي اللي تديني اقل سعر والاداء يزيد بتاع البروجكت بتاعي او المنتج بتاعي، تمام. فبيبقى الناس كلها اللي حاضره الاجتماع ده سواء من المختصين او غير المختصين من اي قسم، بيبقى مالتي ديسيبلينري تيم، بيبقى من تيم من اقسام مختلفه هم اللي موجودين عشان يعملوا الكرييتيف فيز دي، ماشي، تمام. لان محدش عارف في الاخر ان فكره فيهم اللي تطلع كويسه، زي ما قلنا اهم حاجه العدد مش الكواليتي دلوقتي، تمام. فده مثال بيقول لك منشا في جزء هيتعمل معماري، فان هو بيقول لك ان انا ازود او احسن جوده المنشا المعماريا انا هعمل ايه. فالناس بدات تعمل برين ستورمنج وكل الناس بدات تطلع افكار، زي واحد بيقول انكريز البلانتس اريا ان لاندسكيب، نزود مناطق الخضره، ريموف بودي ووش بيلدينج، نريديوس 300 متر اوتر وول تو 200، نجيل ال 300 نخليها 200 عشان نقلل السعر، تشينج تايم ستون فلور ويز ماربل اور جرانيت، ان احنا نشيل الارضيات الحجر بجرانيت مثلا، تمام، عشان تزود الشكل بتاعها، تمام. يبقى هو هنا الناس بدأت تستخرج أفكار عشان تقلل السعر وتزود القيمة والجودة والأداء بتاعة البروجكت بتاعته، تمام. ومحدش قيم الأفكار دي لسه، كل دي مجرد أفكار الناس بتعمل برين ستورمنج لها. نيجي بقى في مرحلة الإيفالويشن فيز، يبقى احنا في مرحلة الفانكشن فيز حللنا الوظائف وجبنا أكبر عدد من الوظائف اللي بيستخدمها في المنتج بتاعي، وجبنا الوظائف اللي هي بتبقى لها أعلى سعر
وبتأثر تأثير كبير على المنتج بتاعه، دي اللي اشتغلنا عليها. طيب عشان بقى نحسن الوظائف دي هنعمل افكار كتير جدا بالبرين ستورمنج في الكرياتيف فيز. طيب جبنا افكار كتير جدا، عاوزين بقى نقيم الافكار دي عشان نشوف انهي افكار فيهم اللي هنشتغل عليه. ما احنا اكيد مش هنعمل الافكار دي كلها، اكيد الافكار دي كلها مختلفه ومتضاربه ومش منظمه ولا اي حاجه. لا، هنبدا بقى نقيم الافكار دي في الايفالويشن فيز عشان نشوف انهي افكار فيها قابله للتنفيذ في البروجكت بتاعي. To produce a short list of ideas that will be implemented into the project. تمام. طيب بنحتاج ان احنا نعمل ايه في المرحله دي؟ examine the identified ideas، ان احنا نعمل الحكم على الافكار اللي موجوده based on range of perspective including، يبقى بنحكم عليها من خلال مجموعه من المعايير. ايه المعايير دي؟ الكابيتال كوست، التكلفه الكليه، الريكرنت مينتيننس كوست، تكلفه الصيانه، الامباكت اور اون سيرفيس ديليفري، التاثير على توصيل المنتج، والاداء بتاع المنشا بتاعي او المنتج بتاعي، والاوفر اول بيرفورمانس، تاثيرها على الاداء العام للمنتج. تمام. هو اداء كبير، تاثير كبير ولا تاثير قليل، ملوش لازمه ولا له لازمه، هيفرق في السعر ولا مش هيفرق في السعر، هيحسن في الشكل ولا مش هيحسن في الشكل. هيبدا يدرس الكلام ده كله ويعمل من خلال المعايير دي. دي ممكن سؤال يجي لك في الامتحان، يقول لك في الايفالويشن فيز بيعمل اكزامين ذا ديفايند داتا بيزد اون كذا 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 ونقط، وانت هتبدا تعمل الكلام ده. طيب بيستخدم بقى في مرحله الايفالويشن فيز عشان يقيم كل فكره من الافكار ديت ويتد كريتيريا زي اللي احنا خدناه في المالتي كريتيريا ديسيجن اناليتيك، ان هو بيبدا يحط ويت لكل فكره. تمام. من لكل معيار، مش انا عندي كل فكره هبدا اشوف شويه معايير اقارنهم، اقارن الافكار دي بيها. طب خلاص، ما انا عندي مجموعه افكار ومجموعه معايير، هبدا اعمل ماتريكس كده زي شبه اللي خدناها في المالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس، وابدا احط ويت وريت لكل كريتيريا مع كل فكره من الافكار ديت اللي هي البدائل بتاعت الالترناتيفز بتاعتي. تمام. ده شبه اللي احنا خدناه بالظبط في المالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس، وده اكزامبل على استخدام السكورنج ميثود اللي احنا بدانا فيها في شابتر المالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس. الشابتر اللي جاب لك الكريتيريا، المعايير، فليكسبيليتي، افيلابيليتي، الويت، الريوز اند ديورابيليتي، ده ويت اهميه لكل معيار من دول ولكل بديل موجود. انا عندي بديلين مثلا، وود الشده الخشبيه والستيل الشده المعدنيه، بدا يدي كل بديل من دول ريت ليه كل معيار، بدا يضرب الويت في الريت جاب السكور، الويت في الريت جاب السكور، جمع السكور بتاع ده وجمع السكور بتاع ده، فلقى ان الشده الخشبيه في جابت فاينل سكور اعلى، فاذا هو المفروض هنا يختار الشده الخشبيه. هو هيعمل كده بقى في الافكار بتاعته اللي استخرجها من مرحله الكرييتيف فيز وشاف ان هي قابله للتنفيذ. هيبدا يعمل لها بقى سكورنج مودلز او اتش بي اناليتيكال هيريك بروسيس، ايا كان هو عاوز ايه في البروجكت بتاعه، ويبدا يبقى يشوف انهي فكره هتبقى افضل ويبدا دي اللي هيشتغل عليه. ده برضو اكزامبلز تاني اداك. A designer is investing for materials، اربع انواع من الماتيريال من اربع موردين مختلفين. تمام. مستخدمين في البناء في المنشا معين. الديزاينر بيقارن الاربع ماتيريال دولت طبقا لست معايير: the lowest price, good partnership in the future, achieving sustainability, supplier with good reputation, the earliest finish time, ability to use only local labors. يبقى عندي اربع ماتيريال وست معايير. بدا يعمل ماتريكس للمسألة بتاعته او المشكلة بتاعته. ده حط هنا الاربعة ماتيريال وحط هنا الست معايير بتاعه، وبدأ يحط ويت لكل معيار من الست معايير بأهميته. المعيار الاولاني اهميته عند المهندس 2، المعيار الخامس اللي هو the earliest finish time ده اداله ويت 5 اللي هو اهم معيار عنده تقريبا، بس بدأ يدي ويت لكل معيار. بدأ بعد كده يشوف بقى كل ماتيريال من دول من كل مورد بتحقق قد ايه من المعيار ده. ده ما حققش المعيار الاول خالص اللي هو ذا لوست كوست، فهو الكوست بتاعته اكيد عالية جدا. ده واحد، ده صفر، ده واحد، ده تلاتة، ده اتنين، وهكذا.
الماتيريال التانية بتحقق قد ايه من كل معيار، وهكذا بدأ يديلهم ريت في من لكل معيار من دول. بدأ يضرب بعد كده الويت في الريت في كل دول، وجاب دول كلهم للماتيريال كلها، بدأ يجمع اكيد الاكبر في دول هو اللي هيستخدمه، اللي هو ماتيريال 3 من المورد الثالث، الريت بتاع السكور بتاعها كان 35 من التوتال سكور. تمام، هو المسألة ديت لو انت خدت بالك هو للأسف قالب لك المفروض دايما كنا متعودين ان الكرياتيريا هي اللي بتبقى رأسي، والالترناتيفز اللي هي الاربع بدايل دولت هم اللي بيبقوا على افقي، هو بس شقلبهم هنا في المسألة، فالدنيا ممكن تبقى مش ظابطة معاك قوي. لو انت عاوز تحلهم مقلوبين عادي، حط هنا الالترناتيفز وجنبها الويت بتاعها ثم البدايل هنا والريت بتاع كل بديل، تضرب بعد كده الويت في السكور وتجيب اعمدها رأسية زي دي بالظبط. يعني عاوز تعملها زي ديت تمام، هي اصلا دي الصح يعني، بس هو هنا اللي عامل المسألة ديت هو عاملها بالطريقة دي. تمام، طب وده كان على اكزامبل المنشأ الزراعي، المنشأ المعماري اللي بيحاول يحسنه، وديت الايدياز المستخرجة بدأ يحط رانك او ويت لكل ايديا من دول، فده الرانك بتاعها، فطلع ان في 10 9 و8 و7 و9 وفي شوية ارقام قليلة، فهو لو جاي يطور فعلا اكيد هيطور او هيستخدم الايدياز اللي الرانك بتاعها او الريت بتاعها عالي، يبقى العشرة والتسعة والتسعة والتمانية دولت اللي ممكن يشتغل عليهم، الباقيين مش هيبقوا تأثيرهم كبير قوي على البروجكت بتاعه، فمش هيطورهم دلوقتي. تمام، ده كده اللي طلعنا بيه من مرحلة الايفالويشن، ان هنعرف انهي ايدياز منهم اللي هنقدر ننفذها في البروجكت بتاعنا. هنبدأ بقى في مرحلة الخامسة في ستيج 2 اللي هي الديفلوبمنت فيز، تطوير الافكار النهائية. احنا خلاص مجموعة الافكار اللي قلنا هنشتغل عليها في الكرييتيف فيز، هنبدأ نختار افضل بدائل ممكن نحسنها وعمل عرض بالتكاليف والجودة ليها. طيب في مرحلة تطوير الافكار اللي هي الديفلوبمنت فيز بقى بنعمل ايه؟ اللي بيقارن في المرحلة دي التصميم الأصلي اللي كان في الأول خالص، اللي كان فيه مشاكل وعاوز يعلق القيمة بتاعته ويقلل السعر ويزود الجودة ويزود أداء وي وي وي، بالبديل اللي هو خرجوه من مرحلة الـ evaluation phase دي. طب بيقارن التصميم الأصلي بالبديل بإيه؟ بكذا حاجة، بالمميزات والعيوب لكل منهم، استخدام التقنيات لكل منهم، تكلفة العمل الافتراضي، فريق العمل والإدارة اللي هيشتغل، تغيير العقود المطلوبة، وهو الكلام اللي مكتوب ده. تمام، وانت ده سؤال ممكن يجي لك برضو في الامتحان، مهم جدا. ماشي، ده كده جدول بيقول لك الايديا والفكره بتاعتها الحاليه، لو انت عملت الفكره ديت او التجديد بتاعها او التحسين بتاعها هتوفر قد ايه، طب نسبه التوفير بتاعتك اللي هو قسم دي على السعر الاصلي جاب نسبه التوفير قد ايه، والتحسين بتاعها هيكون عامل ازاي. فطبعا لو ده كان افضل من الحاجة الاصلية فخلاص هيتوكل على الله وينفذ التغيير ده، انما لو ما كانش افضل من الفكرة الاصلية ولا حاجة والاستخدام هيكون ضعيف والنسبة البرسنتج سيفنج هتبقى ضعيفة يبقى ملوش لازم. ماشي تمام، بعد كده خلصنا مرحلة الديفلوبمنت فيز وشفنا قارنا الافكار بمرحله التصميم الاصليه، نبدا بقى خلاص قررنا ان احنا هنشتغل على الافكار دي، هنعمل بريزنتيشن فيز المرحله الاخيره في ستيج 2. فريق العمل هيقدم عرض للافكار المعروضه للمالك او العميل بتاع المشروع ده عشان يشوف بقى هيوافق على التغييرات ديت وعلى الافكار دي ولا لا. طب ايه اللي بيشمل في البروبوزال اللي هو بيعمله في البريزنتيشن فيز؟ اكسكيوسيف سامري، ملخص عن المشروع عن التطوير والافكار اللي هيعملها، بروجكت بريف مختصر عن المشروع، سامري ده ملخص سوري، اريا تارجتد فور فاليو انجينيرنج مجال الدراسه اللي هم مشتغلين عليها، ديتيل ديسكريبشن اوف ذا بروبوزد فاليو انجينيرنج سوليوشن، عرض تفصيل الافكار المعروضه، فاليو انجينيرنج الترناتيف كوست اناليسيس بدائل تحليلها، طريقه اعاده التصنيع وحساب الوقت اللي هتتطلبه اعاده التصنيع دي. بعد كده نبدا بقى مرحله التوظيف واخذ راي الزباين اللي هي في ستيج 3. تمام خلاص كده، لو المالك وافق على المرحله ديت زي الفل، لو احتاج اي تعديلات برجع تاني لمرحله كرييتيف فيز وابدا اعدل فيها واطورها تاني بايدياز وبرين ستورمنج من جديد، انما لو وافق على الافكار دي وتطويرها تمام زي الفل، نبدا بقى في مرحله التنفيذ اللي هي ستيج 3 بوست وركشوب ستيج. اول حاجه تطوى فيها امبلمنتيشن اكتيفيتيز،
تحديد خطوات التنفيذ وتوفير المواد اللازمة والوقت اللازم لتنفيذ الأفكار ديت. وطب بعد ما اتنفذت هتابع بقى المنتج ده وهو بيتنفذ والخطة بتاعتي ماشية زي ما هي ولا لأ، وبعد ما يتنفذ ونزل السوق مثلا اخد رأي الزباين وهل أو شريحة معينة منهم، هل المنتج بعد التعديل ده هل فعلا قدم فاليو كويسة ويقلل في التكلفة وحسن في الأداء والقيمة بتاعته عليت ولا لأ، عشان لو في مشاكل أرجع عيدها تاني وهكذا تلف بقى الدايرة معايا. ويبقى احنا كده خلصنا الاستادي بتاع الفاليو انجينيرنج وفهمناه كويس. ناخد مثال عليه صغير كده الدكتور شرحه في المحاضرة فاحنا هناخده بسرعة. بيقارن ما بين الطريقتين في البلاسترنج تكنيك في المحارة، واحدة تراديشنال اللي هو عامل بيجي مع بيغف هو بايده على الحيطة، الطريقة التانية جاب ماكينة او معدة بتمشي على الحيطة بتبدأ هي تعمل المحارة بشكل اوتوماتيك. تمام، فهو بدأ يقارن الاتنين من حيث الأسعار والكمية والوقت فبقى لك التراديشنال لعشر أدوار محتاجة اتنين عمال واتنين مساعدين ومحتاجة أربع فرق، المساحة 140 متر مربع في الدي اللي هي الإنتاجية بتاعة الفريق، إنتاجية الأربع فرق ضرب الأربعة في 140 جابت له 560 متر مربع في الدي، تكلفة الكرول واحد في اليوم الواحد 400 جنيه في اليوم. طيب الاوتوماتيك بقى بلاسترنج العشر ادوار البرايس بتاع الماكينة 2500 دولار شيبينج فيز مفيش تقريبا شيبينج فيز مفيش مصاريف توصيل كونتنتس 625 توتال برايز 3125 اللي هو جمع 2500 على 625 جابت له 3125 ده التوتال يعني بتاع الاتنين دولت مع بعض. البرودكشن بتاعها في اليوم الواحد 550 متر مربع بالدي، طبعا باين الفرق ان هنا الفريق انتاجيته 140 متر مربع في اليوم، هنا الانتاجية 550 متر مربع في اليوم. الديورابيليتي محتاجة 3 مانسز، البرايس 400 جنيه، ليبر بير داي 100 جنيه. تمام، طيب نيجي بقى للخطوات بتاعته. هو هنا محتاج اربع فرق والفريق الواحد بياخد 400 جنيه في اليوم، طيب يبقى محتاج للاربع فرق 4 في 400 ب 1600، هو هنا قسم لك 2 في 120 زائد 2 في 80 ب 400 اللي هم اصلا مديهم لي فوق، هو ما ادكاش التقسيمه دي يعني اول خطوه في المساله دي ما نوت جيفن في المساله يعني ما ادكاش معلومات عليه، بس ممكن يديك معلومات فانت اللي تضطر تحسبها ان الفريق تكلفته قد ايه، 2 عمال خدوا 120 و2 اسيستنت ب 80 كلهم 400، اربع كروز بقت 1600 جنيه. طيب انا محتاجه عندي مساحه قد ايه، المساحة الكلية بتاعتي ل 48,574 ديت التوتال كوانتيتي. طب انا عندي 10 فلورز فالفلور الواحد هيقسم على 10 فجاب 4,857. طيب ده الدور الواحد، طب الدور الواحد ده محتاج مدة قد ايه، طب الاربعة كرو دول بينتجوا هما الاربعة في 140 لانتاجية الفريق الواحد بينتجوا 560، يبقى المساحة الكلية على الانتاجية بتاعة الفريق الاربع فرق ادتني 9 ايام. طب انا عندي 10 ادوار يبقى محتاجة 90 يوم، كان ممكن اقسم مرة واحدة على طول اللي هي 48,570 على 560 تديني 90 يوم يعني اعمل دولت خطوة واحدة بس يعني تمام هو قسمها مفيش مشكلة. طيب 90 يوم دول محتاجين توتال كوست قد ايه، هو محتاج في الاربع فرق محتاجين 1600 جنيه، 1600 جنيه في 90 يوم بيديني 144,000 جنيه تكلفة المنشأ بالطريقة التقليدية. طب لو استخدم الطريقة الاوتوماتيك هو الماكينة بتاعته توتال كوست بتاعتها اللي هي كانت 3125 دولار، طب هو هيشتري اتنين ماكينة عشان يبقى الانتاجية بتاعتهم اعلى، ف 3125 دولار في 2 6250 دولار، الدولار كان ب 11 جنيه وده اكيد هيجي لك جيفن في المساله لو الماكينه بالدولار، لو مش هيديك تحول يبقى هيديها لك بالجنيه، فضرب في 11 دولار تكلفه الماكينه 68750 جنيه. طيب انا عندي مساحه
المساحة بتاعتي في الدور الواحد 4857. طب البرودكتيفيتي، قال لي البرودكتيفيتي بتاعت الماكينة الواحدة 550 متر مربع في اليوم، اهي دي البرودكشن في الدي. تمام، هو اشترى ماكينتين، يبقى 2 في 550 ب 1100 متر مربع في اليوم. طب انا عندي المساحة كلها 4857، اقسم على 1100 الانتاجية ادتني 5 ايام. طب انا عندي 10 ادوار، يبقى 5 ايام في 10 ادوار انا محتاجه 50 يوم. طب انا محتاجه الماكينه دي تشتغل بعامل، العامل بتاعي بياخد 100 جنيه، هو قال لي اهوت في الليبر فير دي ب 100 جنيه، هو قال لي ان الماكينه دي محتاجه عامل عشان يمسك الماكينه، الماكينه مش هتشتغل مش هتمشي لوحدها. تمام، طيب انا عندي 100 جنيه في 50 يوم ب 5000 جنيه، الخطوتين دولت كده هم عاملهم خطوه واحده، 50 يوم في 100 جنيه ب 5000 جنيه. طب هو انا جايبه ماكينتين فاحتاج 2 عمال، يبقى 5000 في 2 ب 10000 جنيه. ماشي، طيب انا محتاجه سعر الماكينه اصلا 68750، جمعت عليها ال 10000 بتوع العمال، فانا محتاجه تكلفه التوتال 78750. طب الاولانيه كنت محتاجه كام؟ 144000، فاكيد الطريقه الثانيه هي الافضل، هتوفر كوست تقريبا قريبة من 50% من التكلفة من الطريقة التراديشنال. تمام، ده كده برضو مثال، يعني نفس المثال بس هو عمل استبيان وجاب ناس خبراء في المجال وقارن ما بين الطريقة الاوتوماتيك والطريقة التقليدية، ما بين في كذا معيار، انيشال كوست، كوست سيفنج، التايم، الكواليتي، المينتيننج كوست، الليبر ميتنج، الماتيريال سيفنج، بدا يحط ويت لكل حاجة من دول اللي هو أهمية كل معيار من دول، بدا يحط ريت لتحقيق كل بديل لكل معيار من دول في الطريقتين. هو طبعا خد استبيانات لناس كتير جدا وبدا يجيب المتوسط بتاعها، ضرب الويت في الريت جاب السكور، الويت في الريت جاب السكور، جمع السكور ده والسكور ده، فهو اداني سكور هنا 439 هنا 351. ماشي تمام، ده لو استخدم فيها السكورنج موديل زي ما احنا شرحناها قبل كده. في النهايه ده هيستخدم الكونكلوجن، يعني ده الطريقه التراديشنال محتاجه 144000، الطريقه الاوتوماتيك محتاجه 78750، دي محتاجه 90 يوم، دي محتاجه 50 يوم، اه فعلا دي كانت محتاجه 50 يوم، اهي 50 يوم، دي محتاجه 90 يوم. ماشي تمام، دي بتعتمد الكواليتي، الجودة بتعتمد على العامل، دي اكسلنت كواليتي لان هي ماكينة فهي كل شغلها ثابت، انما هنا لو العامل مش ذو خبرة كويسة هيبوظ لك الشغل كله. فبيأخي بيقول لك ان الاوتوماتيك ماشين في البلاستر بتوفر 45% of the total cost، بتوفر 45% of the total time، much better quality، فطبعا هو الاختيار الافضل ليك، وانت اكيد هتستخدم دوت بعد مرحلة الايفالويشن. بس كده، ديت كان مثال بسيط على استخدام ال value engineering، وانك يبقى عندك بدائل تبدأ تقارن ما بين البدائل في كذا حاجة، وتحط لها ويت وتحط لها ريت وتبدأ تقارن وتشوف التقليل التكلفة وتأثيرها على التايم والكوست والكواليتي وتختار الأفضل. يبقى احنا كده خلصنا ال value engineering، ونتقابل مع بعض في سكشن جديد ان شاء الله لحاجة اخرى. السلام عليكم.